دخلت من الوادي داك يعرفوا روحهم شي ضيعوا صغارهم واش لازم يعرسوا، كل حد يقعد حر على روحه، بمية تعيش، بعشرة تعيش، بمليون تعيش، ببلاش تعيش، تعيش. كان والديهم ما خموش فيه، شكون خمم فيه؟ ربي يوصلوها الطفلة اللي حتى توصل 18 وتولي معاشتها معاش يهمها، الطفل يولي قصدر في فيك، وينكم يا خدوم حرام عليكم شي تحاسبوا هذوما، قدامي ربي شي نحاسبوا، يا ولادي معاش شدوا هذو ولاديكم ربي ربي صغارك ودور قدكم جيبوا صغار وفرتوا. قدام كنحكيو على الصغار اللي قاعدين يخرجوا فيهم والديهم من القراية ويمشوا يخدموا. والله شنو نقول لك، انا الغلطه من الوالدين، هذاك على حسب رايي انا الغلطه من الوالدين، لان كي يعرفوا روحهم شي ضيعوا صغارهم واش لازم يعرسوا، كل حد يقعد حر على روحه هكا. انا هكا حسب زعما مش ظروفهم الاقتصاديه هي اللي تخليهم يخرجوا صغار من القرايه. لا لا ما عندها حتى دخل الظروف الاقتصاديه، عندها حتى دخل، بمية تعيش، بعشرة تعيش، بمليون تعيش، ببلاش تعيش، تعيش. شنو مستقبلهم الصغار هذوك؟ والله شنو نقول لك، ربي يعمل لهم نائب، شنو مستقبلهم؟ كان والديهم ما خموش فيه، شكون باش يخمم فيه؟ يبقاو هكاك تبقى حياتهم واقفه هكاك. سكنات يقعدوا هكاك كاش ربي يعمل لهم نيب ولا من جد. تونا ساعات يشدوني في الدولة الدولة، خاطيها مسكن انت ربي صغارك. الصغار هذوك ما لازمهمش على الاقل يمشوا يتعلموا صنع كي هما ماهمش قد انهم يقراوا. السؤال هذا به دون لو طون كان الصغير اللي ما يقراش من المكتب تولي عدوا للصنعه. توا الصغير اللي ما يقراش خرجيهم في الشارع. الصنعة على الأقل عنا برشا دي كومبيتون في تونس يعملوا الصنعة وخرجوا يخدموا لبرا وسالرهم به، وحتى في تونس يخدموا مرجلين. خاطر قبل كانت الدنيا منظمة، كانت الدنيا منظمة ويخرج طول من المكتب طف اللي يحطوه نجار يحطوه بناي واللي يحطوه هذا شنو اللي يحطوه هذا شنو، معناتها نخرجوا. احنا طلع كم يا مشاكل ما عادش لما صناعية في تونس، ما عادش اخرج مكتب برا، اخرج اخرج برا الشارع، برا الشارع، برا الشارع. هذوما ما عندهمش تأثير، ما عندهمش تأثير، تأثير ماهمش مأثرين. ما حتى حد اثرهم ولا وعاهم قال لهم راه ما يجيش هذا وما يجيش هذا. ايش نقول لهم؟ انا قلت لك عندنا راس الفتله هم الوالدين. الوالدين اللي هم المدرسه الاول والمدرسه الثانيه هم المعلمين زاد. الحاكم وصلوا يهزوهم يمشوا يهزوهم للمأوى لسويس قمرت ولا سويس اللي هنا يحطوهم تو في المأوى الصباح يلقاهم في الشارع صغار ستين. ايش نقول شو نركزوا على سويس وعلى المأوى وعلى الدوله؟ لا لا ربي صغارك انت ربي صغارك انت يوقفوا لصغارك. الوالدين وينهم هنا؟ ولا انت يوقفوا الوالدين ولادك شنو تحط دوله داخل شنو تعس عليك حتى تاخذ ما والدين يجيبوه يخرجوا ما يقلقهم. جيبوا هذوكم يتعاقبوا، الوالدين يزوروا يتعاقبوا. انا جيت انا نحكم الوالدين يتعاقبوا خاطر ما تجيبش وتطيش. انت كيما باش تهمل صغيراتك سي با لا بين باش تمشي تقريهم وتعملهم، خليهم باش تعرس تجيب صغار. دونك الغلطه الاوليه من الوالدين راه زيت ينجموا يمثلون الصغار هذوما في الدوله، ينجموا يتصلحوا اي كذا. ثم اذا هاني قلت لك المدرسه الاولاني اما هي تعطيني مسكنه الدوله كيفاش تعملهم؟ شنو هي الحل من رايك؟ والله انا هاني قلت لك الحل الاولاني نبدا بالوالدين قبل ومن بعد بالمدرسه الثانيه، لان كذا المعلم يكون رسولا. يبدا هذاك يبدا ساعه ينجر وبعد بقي. اما مدام صغيرة تتكافل بها لا دوله تتكافل، الدوله انت تجيب الطيش كيف دوله تتكافل ولا هي القطوسه تتلعب صغار؟ والله انا عندنا قطوسه يا هك بالرقبه تهزيو تستحفظ عليه تمشي تبدا هزته باش تخبيه. امسك الحربه بيهم ما تولي تبدا ماشي باش تخبيهم حربه بيهم تجري بيهم. يعني قطوسه ولا تحن من الام على صغار صراحه صفقي تو الوقت الحار لا سامحني بجد. انا كمان انا ربيته حق وطلعت جيل به الحمد لله صغيرات كصحاب. لا صغار اصحابي وفلية لا هكا لا هكا. هذيك الام المثاليه اللي حتى يغلط يجي يحكي لامه، امه صاحبته ما يخافش كي يجيب يقولها راني عملت خطر يعرفها باش تحميه. صح هكا تو برشا غلطات صايرين، الام في بلاش وابو في بلوش من الصغر نشدها. من الصغر تخليه انه يجي يعطيك لامين وانه يحكي لك انه صاحبي. انا نحكي لك مره بنتي صغيره جات تحكي لي، هي تحكي وانا حسب ما حد شيء. قالت لي ما معش نحكي لك انت. قلت احكي وشي ما كفايه نصمت ولا ما صمتش، المهم احكي لي. وما حلاك تروح للدار تمشي تصب لامك نهار كيما كيفاش تعدى. عندنا نفس الناس كل شيء صبي لي الدنيا نحب نصب كيما صبيت انا. عباره رابور هذاك شنو نحب انا باهي ولا خايب؟ هكاك تحمي صغيرك حتى يغلط يبدا متهني اللي انت باش تعرفيه الحل. ربي يوصلوها الطفله اللي حتى توصل 18 وتولي معاشتها معاش يهمها، الطفل يولي قصدر في فيك. وينكم يا خدوم حرام عليكم شي تحاسبوا هذوما، قدامي ربي شي تحاسبوا. تونا ساعات يشدوني فيت يا ولادي معاش شدوا هذو ولاديكم ربي ربي صغارك ودور قدكم جيبوا صغار وفرتوا. انتم قوموا بواجبكم، قوموا بدنيتكم، انت كأم كابو شنو هي؟ البو يعمل على الأم، الأم تعمل على البو، برا عاد صغير مشيت. شو نقول لك ربي يهدي.